كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثاني وهو تابع له، وهذا ولهذا يذكر في المقدمة ذاك الكتاب ويذكر في هذا ذاك هذا الكتاب. الثاني أخذ قسم المعنى وسمى الجملة العربية والمعنى، يعني علاقة المعنى بها وكيف تركب لأجل المعنى. طبعا هذا هو الخط الذي يعني أبدع فيه الشيخ العلامة الفاضل صالح سامرائي لإبرازه، واشتغل عليه أصلا في علم النحو سواء أو في أسرار البيان القرآني. سماه شوف الجملة العربية والمعنى من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور فاضل بن صالح سامرائي من الضرار دارم كثير. وهو حين يجلي المعاني يأتي شوفها الجملة والمعنى يتكلم عنها، شوف الأدلات الجملة العربية، ويسوق لك الكلام سوقا بعيدا عن تقعير المعروف في مصنفات المتأخرين وغيرها، يكثر استشهاد القصد منه. فكرتني مما تميزت به كتابات الشيخ فاضل السامرائي أنها سهلة ميسرة مبسطة، فهو يجزئ لك الكلام حتى يصير واضح، ثم يبدأ بعد ذلك بالترميم والتجميع، فيظهر لك صورة جميلة جدا هي جديدة من حيث المعنى، وإن كانت غير جديدة من حيث الموضوع وما طرقت تحته من عناصر شيء من ذلك. ففيها صار حقيقة من الإبداعات والتجليات وأشياء كثيرة جدا، وكتبه أنا أرى أنه يحتاج إليها، خاصة فيها إضافات لا توجد في كتب النحو الأخرى. كتب النحو الأخرى دراساتها آلية، يعني كما ليس يعني فيها استجرار لما كل الكلام من سبق، حتى ذكر الخلاف ونحو ذلك. كتبه لا، فيها نوع من التجديد، هو عنده نوع النزعة للتجديدية في إبداعات، ترى فيها ما ليس في غيرها، وفيها تجلي لمعاني، استظهار لأشياء معينة، يحاول يستنبط أشياء، يعني هو مجتهد في الباب وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.